قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن الإنتاج الصناعي بالبلاد انخفض لأكثر من المتوقع في مارس، متراجعا بنسبة 3.4% عن الشهر السابق، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في صناعة السيارات. وفي أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش، أظهرت بيانات رسمية أن الطلبيات لدى المصانع الألمانية تكبدت أكبر انخفاض في مارس الماضي منذ انتشار وباء كورونا في عام 2020.